بس قطاع الدواجن كما كتعرفوا تقريبا واحد 80% حتى 85% ديال الدجاج كيدوز عبر قنوات التسويق ديال الدجاج الحي. والمشكله ديال قنوات التسويق ديال الدجاج الحي هي التذبذب في الاسعار. وشنو كيطرى ملي كتشوف الثمن ديال الدجاج طلع؟ راه كيعني بانه الوافر ما كاينش، الدجاج قليل. ولكن علاش قليل؟ لانه المنتجين حبسوا ما كينتجوش شي وحدين منهم. وعلاش ما كينتجوا؟ لان قبل كان الثمن ديال الدجاج قليل ورخيص وكانوا المنتجين كيخسروا. كتوصل مرحله لان المنتج كيبقى يخسر شهر شهرين وثلاث شهور كيعيا كيحبس واحد اخر كيقل الانتاج. وملي كيقل الانتاج اوتوماتيكيا الثمن كيرتفع لانه ذاك الانتاج ما كيكفيش الطلب. وهذا هو حتى كيعاود يرجعوا الناس ينتجوا عاد الثمن وكياخذ تقريبا واحد شهرين ثلاث شهور باش يعاود الثمن يبدا ينزل. وملي كيبدا ينزل كنعاود نطيحوا في نفس المشكل. المربي كيبيع بالثمن قل من التكلفه ديال الانتاج ديال الدجاج. اليوم الدجاج الحي تقريبا على الاقل كيتقام 15 درهم الكيلو. ملي كيبيعوا المربي ب 14 13 12 كيخسر، غادي يخسر في الدوره الاولى، يخسر في الدوره الثانيه كيحبس. وبالتالي كاين التذبذب ديال الاشياء هذا نظرا لقنوات التسويق اللي ما ديال الدجاج الحي اللي ما يمكنش تدير واحد الميزان بين العرض والوفر. لو كان عندنا مجازر اللي كتلعب الدور في الدول الاخرى كيقدروا يديروا التوازن بين العرض والوفر وكتبقى الاثمان مستقرة. أو حتى ملي كتغير بشي حاجة طفيفة، ماشي بحال حنا كتمشي من 10 درهم حتى ل 20 درهم، يمكن تبقى في حدود 14 15 درهم كل الوقت. شكرا. نفس الحكاية. دابا الثمن ديال البيض ارتفع لأن الإنتاج قل. ما نساوش بأنه هذه سنة تقريبا ولا كاع أقل من سنة البيض كان كيتباع قل وكان الثمن ديال العلف غالي بزاف. وذاك الثمن ديال العلف جعل بان التكلفه ديال البيض كتقب على الاقل بدرهم 90 سنتيم درهم درهم و10 باش كتقام المعدل درهم. وكانوا كيبيعوها ب 80 و70 و60. وبالتالي الخساره عندهم خساره كبيره. اشنو كيطرى ملي كيخسر الكابيتال؟ كيحبسوا الانتاج. ملي كيحبسوا الانتاج ما كتبقاش الوافر. وبالتالي الدجاج البيض دابا قليل، داكشي علاش الثمن ديالو مرتفع. الانتاج ها هو جاي طالع، ملي غادي يعاود يطلع غادي يكون اكثر من الطلب وديك الساعه راه الثمن غادي يهبط. ودائما بحالو بحال الدجاج ولكن باقل، ماشي بحال الدجاج حتى هو كاين هذا التذبذب هذا. وهذا الشيء كامل بان تقريبا مباشره بعد الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا وارتفاع ديال المواد الاوليه في السوق العالميه. التغذيه ديال الدواجن كتعتمد على في العالم كامل كتعتمد على جوج المواد، الذره والصوجة، وكلهم كنستوردوهم من برا. والحرب جعلت بانه الاسعار ديالهم ارتفعت تقريبا تضاعف الثمن ديالهم. والثمن ديال العلف في المغرب حتى هو تضاعف. وبالتالي والعلف كيشكل 70% حتى 75% التكلفه للانتاج ديال الدجاج وديال البيض. ملي كيطلع الثمن ديال العلف التكلفه كتطلع، خص الثمن يطلع، وإلا ما طلعش المربي كيبيع بالخسران وكيحبس. هذا هو الأساس ديال التكلفة. متبع للقطاج منذ 30 سنة، ونقول لك ما تلقاش شي واحد اللي يعرف متى غادي ينزل متى غادي يهبط. فهمتيني؟ الثمن ديال كتهضر على الثمن ديال العلف ولا الثمن ديال الدجاج؟ الثمن ديال البيض. الثمن ديال البيض أنا كنقول لك الثمن البيض كان ناقص هو اللي جعل الثمن يرتفع. ما دام بأنه ناقص راه ما غاديش ينزل. كاين بوادر لانه عاوتاني المربين بداو كيربيو الدجاجه باش تعطي البيض، وبالتالي الانتاج غادي يطلع وغادي يهبط. ولا بدا ما يهبط، امتى غادي يهبط الله اعلم، ما حتى واحد ما يقدرش يقول، لان حسب الانتاج شحال كيوصل للسوق يوميا. وشكرا. وبالنسبه للاثمنه ديال الدواجن سيدي راه شويه مرتفعه على الكليان، شويه مرتفعه شويه زايده واحد شويه ماشي بزاف. وبالنسبه للناس كتشكى من الاعلاف وكتشكى من المصاريف، وبالنسبه لقله المطار حتى هي كتلعب دور.
وبالنسبه للدجاج ما كيصبرش الا البروده حتى هو كيموت بزاف. هادشي اللي كاين الاثمنه مرتفعه شويه. وبالنسبه لينا حنايا كجزاره كنزاولوا هاد المهنه هذه كان باننا كنديو حنا عندنا واحد 3 4 5 درهم لا كثر من 5 درهم في الكيلو ديالنا بالنسبه للسوائر بالنسبه راك تعرفوا هادشي اللي كاين. وكنشكروا جميع اللي كيسهروا على هاد الدواجين هادو في اصحاب الضيعات الكبار وكنشكرهم بزاف حيت كيوجدوا لنا هادشي. هذا راه ماشي بالسهل باش توجد هاد الديوك هادي باش توجدها وتاهلها وتسهر عليها باش تقدمها للزبناء ديالها راه صعيب شويه الحال عليهم حتى هما. الله يحسن العون ديال اي واحد وحنا نصبروا شويه وهما خصهم يصبروا شويه كاملين حتى نتوما صبروا شويه معنا الزبناء ديالنا. هادشي اللي كاين الدجاج ما عندوش دابا الاثمنه مره طالع مره عوض شويه هادشي اللي كاين. وكيلعب ما بين 32 34 33 هادشي اللي كاين. وبالنسبه للحي كيدير 22 23 هذا الشيء اللي كاين هادشي اللي كاين. وبالنسبه راه كتعرفوا المصاريف ديال نزيدوا حتى المازوط نزيدوا بزاف العواقب اللي كتغلي الحاجه. يعني ما كاين الدجاج ماشي عندنا في طنجه هنا محطوط راه كيجي من بلاصه بعيده كيجي من تماره من المحمديه من كل جهه باش كيجي باش انت تجيب واحد الكميه ديال الدجاج من واحد البلاصه راه صعيب شويه حتى كتزاد صاير بزاف. Thank you.